في قطاع الإسكان والمرافق، الحقيقة هذا القطاع كان حظى بأهمية كبيرة جدا في المشروعات الخاصة به من خلال تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن بتاعتنا، ولكن في نفس الوقت في كل أنحاء الصعيد نفذنا 188 ألف وحدة سكنية، منهم 125 ألف إسكان اجتماعي، 45 ألف وحدات لتطوير المناطق الغير آمنة والعشوائيات، بالإضافة إلى 7500 وحدة إسكان متوسط، ده بالإضافة إلى 11 ألف وحدة إسكان نوبي وبدوي وخلافه وأولى بالرعاية، كانت موجودة وانتشرت في كل ربوع محافظات الصعيد. دي نماذج طبعا سريعة للحقيقة مدينة المدن الجديدة، ويمكن معالي وزير الإسكان إن شاء الله هيعرضها، مدينة أسوان الجديدة بإذن الله بالتفصيل، بإذن الله معالي وزير الإسكان بيعرضها، ولكن كل دي نماذج مشروعات لم تكن موجودة على الأرض قبل 7 سنوات. في مجال التطوير العشوائيات، الحقيقة احنا انهينا كل المناطق الغير امنة اللي موجودة في محافظات الصعيد، ده نماذج لهذه الموضوع المناطق، منطقة زي عشش محفوظ في المنيا ما قبل وما بعد، ايضا مدينة العمال في محافظة المنيا، منطقة السماكين في محافظة سوهاج، يعني شايفين الصور ما قبل وما بعد كانت ازاي. الحقيقة المشروع اللي المؤخر اللي فخامة الرئيس وجه بيه وهو تطوير عواصم المحافظات، ان احنا مش فقط نعمل المدن الجديدة ولكن ندخل على المدن القائمة ونبني عدد كبير من الوحدات، 500 ألف وحدة، المرحلة الأولى منهم حوالي 120 ألف وحدة، منهم 11 ألف بالفعل بدأناهم في محافظات الصعيد على مساحات 132 فدان، ودي صور من الواقع النهاردة اللي بالفعل احنا بننهي المرحلة الأولى بأسرع وقت ممكن كل هذه المشروعات في فترة شهور بسيطة نفذناها على مدار الفترة السابقة هنا في المنيا. في قطاع أيضا المياه والصرف، وده كان من أهم القطاع اللي دائما الصعيد بيشتكي منه بالذات في قطاعات المياه والصرف الصحي، احنا يمكن كانت نسبة التغطية في عام 2014 85% من مياه الشرب، وصلنا النهاردة إلى 98% في هذا القطاع. في